السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، أمريكا وبريطانيا تكشفان عن 7 عمليات في البحر الأحمر خلال ساعات، وإلى التفاصيل. كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا اليوم الخميس 7 عمليات بحرية لليمن خلال ساعات. وأفادت شركة إمبري للأمن البحري البريطانية في بيان لها بأنها سجلت عمليتين في البحر الأحمر، أحدهما استهدفت سفينة تجارية على بعد 68 ميلا جنوب ميناء الحديدة، وثانية على بعد 33 ميلا بحريا جنوب ميناء المخا. وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية أكدت في وقت سابق اليوم إصابة سفينة جراء استهدافها على بعد نحو 98 ميلا بحريا من ميناء الحديدة. وأشارت الهيئة إلى أن السفينة توقفت بعد تعرضها لهجوم صاروخي. والثلاث العمليات السالفة الذكر تأتي بعد ساعات على بيان القيادة المركزية للقوات الأمريكية كشفت تفاصيل هجوم ب4 طائرات مسيرة استهدفت بوارج أمريكية في البحر الأحمر. والبيان الأمريكي جاء بعد ساعات على غارات أمريكية ضالت مدينة الحديدة الساحلية. ويعد معدل العمليات هذه هو الأول من نوعه بغضون ساعات، وهو مؤشر على ارتفاع وتيرة العمليات اليمنية ضد السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي والمتجهة إلى موانئه، مع إضافة البحر الأبيض المتوسط والسفن التي تكسر الحظر اليمني هناك على لائحة الاستهداف. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.